السلام عليكم اخوان، حياكم الله هنا ما كنتم داخل الوطن وخارج الوطن. تحيه كبيره خاصه من قناتكم العربيه ستارت السرغني الاخوان تبارك الله. اليوم رحنا كنتواجهوا في سوق اسبوعي خميس العطاويه باقليم قلعه السرغنه خوت بتاريخ الاخوان 17/10/2024، وتحياتي للخوت والحباب اينما كانوا تبارك الله. اللي جا العطاوي الاخوان راه ياكل ويشرب والحمد لله وشكرا والخير موجود. ندير الشتاء ديال كل شيء الاخوان تبارك الله، الله ييسر الامور الله يدير خير. حنا غنروحوا الطويره تمتعوا معنا، واي واحد اخوتي بارطاجي معنا الفيديو خير منكم، تعمل فائده على الناس والناس تستافد وتعرف محتوى كثير. الله ييسر الله يدير خير. غنبداو بهذه النعجه، راه والد هذا الخروف الاخوان تبارك الله عند خويا عبد الله، ونيسر الامور ان شاء الله. حنا راه مقادين واحد السلعه ان شاء الله المتتبع ديالنا خويا محمد من فاس، خاص تشوف السلعه ديالك راه كنقب كنقب وكنبرك كنقد السلعه بشوي بشوي. سي عبد الله السلام عليكم، كيداير خويا بخير؟ صحيح مزيان الله يبارك فيك. انا ديما كنبدا عندك كيتبعني الخير ان شاء الله، هو هذا الشيء اللي كاين. هو تبارك الله الله ييسر اللهم بارك الله يدير الخير تبارك الله. هذا ولد اخويا عبد الله؟ درار ما كيتلقاش. قال لي مولاها فايده شهرين، انا كنبيع لحداها درار. قال لي مولاها طارقه بشهرين راجلني ما كيلقاش انا فيها. بعد انت كتبيع ولدها ولا ام؟ السلام عليكم. فري السنه اخويا عبد الباسط تبارك الله. هيدا اخويا هيدا اخويا تبارك الله. هذه السن الاخوان والسن قصير والمليح دور يجي رباعيه الاخوان تبارك الله. هيا ولد خروف الاخوان تبارك الله، الله يبارك الله ييسر الامور يا رب تبارك الله. ما نعاودوا هضره، نعجرة فيها حتى المواصفات تبارك الله. الصراط الحر الاخوان تبارك الله. خويا عبد الله الثمن عطاونا مليون و14 الف والرزاق الله، داك الشيء اللي كاين كاين صافي. حرايفي مليون و14 10700 درهم الخوت المعطيه فيها، 10700 درهم المعطيه اللي فيها الاخوان تبارك الله. مليون و14 الف تبارك الله. ولد 96 اللي عطاوك فيه تبارك الله، راه حاولي تبارك الله، راه ماشي خريف، راه حاولي تبارك الله. وهذا الكساب هذا كنعطيو البونجور ديالو، علاش؟ حق الله العظيم ابلات جابوها جوج دنات. مولاها شكون هو؟ مولاتها امراه، مولاتها مسكينه امراه الله يستر. وكنعطيها البونجور، علاش خلات بالفرخ مع امو تكبر؟ الناس ديال زمران تحيه ليهم، ابو تماره مع الدهاي وعند المكسيك. ما كيقلعش الخروف على امو لا والو تبارك الله. ابو تماره مع الدهاي وعند المكسيك مليحه الله يستر. زيد عبد الباسط زيد على شويه زيد تبارك الله. سير سير عبد الباسط سير سير تبارك الله الله يبارك. نعجره ديال الصحه الاخوان. شد شد لا شد تبارك الله. والله لا ولا يطرك تبارك الله. خلاه عمر يعيد والله لا يعيد. عبد الله عطيني النمر ديال خويا 0642 38 36 60. مرحبا ما كاينش مشكل اطلاق. حاولي تبارك الله راه مليح الخوت، ولدها راه مليح الله ييسر تبارك الله. مليون و14 اللي معطيه فيها الخوت 10700 درهم، هو كيطلب مليون و40. ولا عليا الناس بالمليح اللي ما شريتنا اللي ما جريت نزه. يلا الله ييسر خو عبد الله، الله يجيب السلامه خويا. تحياتي لخويا ربي يخليك بارك الله يدير خير الله ييسر الامور لجميع الناس والخوت الحباب تبارك الله. هذه هي السلعه ان شاء الله اللي تقدينا اليوم 17 حوليه تقدينا اليوم. تحياتي لك خويا محمد فاس. السلعه ديالك راه يلا بدات كتجمع خويا، يلا بدينا كنجمعوا في السلعه ديالك وانا خدامين معاك، ولكن راه كنقب ها كنقبوا السلعه وحده وحده وحده. لا زربه لا صلاح، هادشي اللي كاين هو هذا. والله ييسر الامور تبارك الله. السلعه راه دايزه الكلام ومليحه خويا، الله ييسر الامور جميع الناس والخوت الحباب تبارك الله. احنا مازال غنشاركوا معكم الثمن، نشاركوا معكم كل شيء، والله ييسر الامور يا ربي تبارك الله. السلعه المليح وليدي زعدوا نبرعوا، السلعه وحده قرص واحد تو واحد. لا بديت كنلقط في الحوليه راه كنعرف اش كندير. السلعه وحده وقرص واحد تو واحد، السلعه وحده فهمتي. المشرة راه كاين من 52 حتى 58، عندي الجات اللي ب 58، داكشي اللي كاين نقولوا والرزاق الله. ها راه السعد هذوك الجات اللي بمولية 58 دي مولات الزيرو، هاهم الجات حدا بعضياتهم. خرج لهاد الجيت، خرج زيد تبارك الله. حنا لا كنبداو نخدموا مع السيد كنخدموا مع بنية تبارك الله، ولكن راه محوليات هاني الإخوان والمواصفات أخويا محمد تبارك الله. هاني هادو مولي عندي ب 58 58، شاد عندي مولا 116000 هاد الجات فهمتيني. هادي راه ب 56، هادي باش نشريه. وكنقول داك الشيء والرزاق الله، كنخدم مع الناس باش شوف يتبات، هاد الشيء اللي كاين هو تبارك الله. حنا أي واحد مرعوه سعيد، اللي بغى المليح يعيط، ما يجيش، حيطلق تبارك الله. سير الله ييسر، سير السعيد، سير عند الكاميو، سير جر وحده، سير الله ييسر. سعى
سير الله يسر السلعه راه باينه وعرفنا واش كندير في الخدمه. سير اللهم يسر عمري يا ربي. الحوليه اللي داوي على راسك وعطيك السي محمد حوليه الكسيبه. حوليه ديال الكسيبه امال الديشي راه موجود في السوق. سير واخا الحوليه راه عقبه طلعت شويه في الثمن. سير السعيد من 52 اخويا حتى 58. يا والله يسر مولاه ان شاء الله. سير السعيد سير سير تبارك الله. راه سلعه واحده ونشري قرص واحد. انا هذا من جا حبس 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 تبارك الله تبارك الله اللهم بارك. انا خويا محمد راه نبرعك نبرعك قلت لك نبرعك محمد نبرعك وفهمتيني تنكمل لك سريعتك انت نبدا مع الاخوان الاخرين الاصدقاء ديالك ان شاء الله غنكمل معاهم ان شاء الله. ها السلعه ديالك الله 17 حوليه راني غادي بشوي بشوي تبارك الله. الله يسرك الامور الله يسهل عليك تبارك الله وتحياتي ليك. هاني راه نخدم معاك وخدم معاك راجل هذا الشيء اللي كاين هو هذا. هذوك خرفان ما ديولناش حيدوه راه حيد خلفنا سعيد جوج عليها الجدور. وي لا اله الا الله عاب شويه عاب شويه السعيد تيجي مولاه مديهم صافي تبارك الله. احنا بغينا نوريو على السلعه ان شاء الله لمولاها واللي خاصها تجي تسلع الاخوان ان شاء الله راه مرحبا. نسالي هذا البلان هذا ديال السيد هذا الكوموند ومرحبا بالاخوان تبارك الله. راه السلعه اللي داوي على راسها في العين والكمامه وشي حاجه اللي طوب الاخوان تبارك الله. ليل ونهار تبارك الله. الله ييسر امور جميع الناس تبارك الله. الله يسهل على الجميع هذا الشيء اللي كاين هو هذا ان شاء الله. والمليح وتبارك الله راه الوايت هو كيشري معانا والله الا من 3 ديال الصباح من 3 ديال الصباح يلا شارين 17 راه ما كنزربوش في المشرى. ها الوايت هاو وحده وحده ها وحده وحده تنساليو ان شاء الله الرحمن الرحيم هذا الكل ان شاء الله ان شاء الله ها وحده وحده تشوف البراديه هذه ها هي البراديه الشيء اللي عطى الله واد تراب خواتان هذيك اللي قلتي لي 56 راه براديه احنا غادي نعاودو. ايوا والله يسر لي ان شاء الله تنساليو نساليو لي الكوموند ديالو. ايوا ايوا الزربه راه صلاح هذاك الشيء اللي كاين تبارك الله. زيد اودي بادر زيد 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 ولي عليا المشاهدين واللي بغى شي حاجه الاخوان راه مرحبا. اللي بغى شي حاجه الاخوان راه مرحبا تبارك الله. نساليو هذا الكوموند ومرحبا بالاخوان. هادو هما الجات اللي قلت لكم الخوت ب 58 58 هما مطبوعات بالزيرو. هادو راهم خواتات انت تحرير وشي حاجه من غير حيد. سير السعيد سرجي سرجي السلعه المولى ان شاء الله. سير على الله ونفس الغلب السلعه راه قرص واحد تو واحد سلعه وحده. سير بادر سرجي خويا سير الله يسر سيروا على الله سيروا على الله والله ما يسر امور يا رب. انا خويا محمد والله يسرك ان شاء الله في هذا الخير. الله يسرك في هذا الخير اي واحد نخدموا معاه واللي يبغى شي بلان في هذه ولا صغار منها هو مرحبا. هادي راه بغا يكسب ان شاء الله يزيد واحد الشهرين بالحساب وتلقوا عليها الفحل. الغنم راه واقفه وكنتبع البلان ديال السيد اللي باغي ان شاء الله. سير ودا بادر سير الله ميسر سير الله ييسر امور ان شاء الله. الله ييسر امور وراه مصور لكم السوق خليها تطلع السلعه مربوحه ان شاء الله. طلعت الراسه والله الا طلعت الراسه. سير باغا مولا سير الله ييسر ان شاء الله تبارك الله. يلا تحياتي لكم الاخوان راه مصورين السوق وكل شيء الاخوان تفرجوا وتمتعوا. مرحبا بكم على ولد العرب السردي السرغيني الف مرحبا. يا الله اللهم يسر الامور الاخوان اللهم يسر. انا عدت بجديله معلم. ها؟ انا عدت بجديله. شنو هو؟ الرويد بجديله. بجديله الرويد. شي الحوليه تبارك الله حد صحيحه. ستكون طولك مطلوقه. مطلوقه الحوليه. إلا كانت مكروبات قديمة مكروبة ديما مكروبة. سير أودي السعيد سير شرجي شوف 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 التجريدات كذا والحمد لله. أنا كنعرف واش نديرو. أنا شوف التجريدة تاع الفهيم كذا وي وأنا بصفتي عرفت من بصفتي. إيوا الشيء اللي كاين هو هذا الحمد لله. عندنا التجريدة تاع الفهيم والراجل إلا كان مقدر مشي إلا كان جديد. هاكا سير الله يزيد الحمد لله. الكريل ديما بقى محكور. الكريل ديما بقى محكور. سير سير على الله سير على تمجديله. ها كوك سير الله ميسر راه شاري لك تساس الكاروسي ديال الحوليه كي داير. يلاه تحياتي للخوت الحباب اللي دزنا عاد وراه كنبرعوا في المشعر. انا هذيك الدري مكسره في الليل راه كيتفرج فيك ياك. اه كيتفرج فيك سكي. سير الله ييسر سير الله ييسر سير الله ييسر الامور ان شاء الله ما يكون على الرباح والخير. يلاه تحياتي للخوت الحباب اللهم بارك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الاخوان والمليح والمليح الاخوان تبارك الله. الله ييسر الامور تبارك الله. السلعه اللي داوي على راس الاخوان تبارك الله هذه تبارك الله اللهم ييسر امور. سي عبد الرحيم السلام عليكم. نهار مبروك هذا كي داير صحيحتك مزيان خويا الله يحفظك الله يبارك فيك. هذه سلعه وحده سلعه وحده شحال من خمسه الخرفان
هز لها داك راسو الاخر اللي حاضر تبارك الله. ها انتم الاخوان الله يبارك. مبارك خير ها؟ مبارك خير الاخرين وحشوك. الاخرين وحشوك ولكن مزيان هو حولي غليظ. الثمن اخويا؟ النشره خلاص 86. النشره 86. الله يرحم الوالدين. من عند الكساب الاخوان الثمن ديال النشره 86 4300 درهم. تبارك الله هذا هو اللي عند واحد الاخرين شويه عكسي هما الاخرين كلهم شاطبيين الاخوان تبارك الله كلهم ملاح. الله يبارك ليك. الله مواقفة ما عطاك فيهم الأرباح لا والو خويا. مازال موقف ناسك عارف تمشي. أي با أي با كتوقفش دروك. تبارك الله. ها الشيء اللي عطى الله هو الإخوان تبارك الله 86 3000 4300 درهم الإخوان عفوا تبارك الله. كاين اللي حبوب الأول عبد الرحيم. والو صافي الأمارة فات صافي الأمارة. ونشوف لك. لا هذيك صافي مشات هذيك. ها بقات بحال الأطراس هذيك هاك واك باش لا كان شي حاجة كاينة. من الآخر. الله يسر. عبد الرحيم تخلي النمرة ديالك لا. نبقى نتابعك. شرف. ها سير سير على الله سير على الله. ويورني شي خروف خر الإخوان عادي يخلي النمرة. تبارك الله اللهم بارك الله يدير الخير الله ييسر الأمور جميع الناس تبارك الله. راه عنده الإخوان هذا فحال الخوت تبارك الله. حولي معنى الكلمة تبارك الله. ما نعاودوش الهضرة تبارك الله. السلعة المليحة الإخوان والكرانت كاين ما يدار أخويا خالد تبارك الله. كي قلت لك المليح عزيز عليك المليح صافي من الآخر تبارك الله. هذا راه مليح الإخوان تبارك الله. بعض راحي شحال؟ خلاص 130 6500 درهم الخوت 130000 ريال 130 تبارك الله. ها الإخوان ها الحولي تبارك الله. دور عبد الرحيم بحالك ها جا الاخرى تبارك الله. المليح راه كاين الاخوان تبارك الله. الله ييسر الامور. حولي راه مليح الاخوان تبارك الله. زيد اجي زيد عاد تعال جرو زيد 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 خرج. كواك تبارك الله ما نعاودوش الهضره تبارك الله. حولي راه مليح وكاين ضيق شويه الاخوان راه ما كاينش كيديروا تنصوروا لا لا يلاه وصافي مع الدين وصافي. شكون اللي بيخلي النمره ديالك عبد الرحيم؟ مرحبا وخالد. شكون اللي بيخليها شرف؟ قول النمره 06 59 85 02 38. الله يستر لك ان شاء الله يكون على الخير ما يكون على الرباح ان شاء الله. اللي بعدا اللي دوا معك تساعد معاه شويه. والله عارف ما كاين هي تساعد شويه هي قنع شويه والبركه اللي جاتك هذاك الشيء اللي في رزقك. امين يا ربي والله يسر. اللهم بارك الله يدير الخير اللهم يسر. غنسولو خويا عبد الرزاق على الثمن والله يدير شي تاويل. السلام عليكم. السلام عليكم. كيداير عمس بخير؟ صحيحه مزيان امور هانيه الله يحفظك راه لها لفته. كيداير بخير؟ هاني الله يحفظك. شحال الثمن ربع عبد الرزاق؟ مراس مالها 71 من الاخر الله يرحم الوالدين. الخوت الخلاص ديالها خوت راه 71 3550 درهم الله يحفظك 3550 درهم الاخوان تبارك الله. اللهم يسر الامور يا ربي الله يجيب السلامه والله يدير الخير ان شاء الله يكون على الخير والرباح تبارك الله. ها انا الاخوان تبارك الله ندوزو بجهه بجهه الاخوان وتمتعوا نقشوا عيناتكم اي واحد اخوتي بارطاجي معنا الفيديو خير منكم دعم الفائده على الناس والناس تستافد شويه. هذا الشيء اللي كان هو الاخوان 71 3550 درهم كيطلب 75. اللهم يسر يا رب اللهم يسر يا رب تبارك الله. سلعه راه زوين الاخوان ست الخرفان ياك عبد الرزاق ما تخلي نمرتك لا نمره قول تبارك الله تبارك الله اللهم يسر تبارك الله الله يسر امور الله يدير الخير. عبد الرزاق خلي نمرتك 06 36 64 83 23 الله يسرك الامور. هي اللي بغاهم ان شاء الله راه يتصل بك اللهم يسر. خرف الرام القيان الاخوان تبارك الله. ذاك الخوت الله يدير الخير تبارك الله. هذه حوليه مليحه الاخوان تبارك الله بدريه والمليحه النقط تبارك الله. غنسولوا مولاي على الثمن الاخوان تبارك الله والله يسر الامور. مليحه الخوت والطب ديال القرقاع ديال البدريه الاخوان تبارك الله. وسلعه وحده. الله يحفظك خويا الله يعزك الله يبارك فيك. عطونا في الفرادي 60 ودابا جمله شحال؟ شحال نشرا ولا شحال؟ شغلك هذاك؟ ترى كاين الله فوقنا. تعرفنا. الحمد لله. نشرا سيدي 50000 وغا 6000.
وك 6000 ريال تقدر هكم من 6000 اي هما الدواء ب 5 ملي و 6000 5 ملي شدوا موليها شحال من راسيه 20 20 راس وخوت المشترى راه 50000 وعطاهم 6000 تاع الرباع على 5 ملي فوق منها 6000 60000 في 5 60000 في 5 عطانا داك كامل مول قلعه صراغنا عطانا 60000 في 4 في 4 بو يعزل تبارك الله خوت المشترى راه 50000 2500 درهم وفوق منها 300 درهم هانتوما الاخوه اللي بغى يحسب شحال قلت لي من الحوليه 20 راس 20 راس 5 الملايين وفوق منها 6000 ريال هذا الشيء اللي كاين هو دار الاخوان من الاخر هذا الشيء 50000 ديال الدرهم الاخوان فوق منها 300 درهم باش نشرحوا للاخوان 50000 ديال الدرهم فوق منها 300 درهم 50000 ديال الدرهم الخوت تبارك الله والله ييسر امور اللهم بارك السلعه راه زوينه الاخوان والمليحه الثمن ديال المشترى 50000 الثمن الثمن زوين والله الثمن ديال البدريه زوين تبارك الله تبارك الله السلعه الورد الخوت مليحه الاخوان تبارك الله هاك وحده وحده تبارك الله خلى الدور خلى الدور خلى الدور تبارك الله الله ييسر امور الله يدير لي في الخير تبارك الله اللهم بارك يا ربي اللهم بارك اعطيني النمره ديالك 06 06 53 53 69 95 44 نصيفط والي في المكان اللي جا من بعد الساعه سير الله يسر اسمي يخلصنا سير ربي يخليك تحياتي لك خويا الله يجيب السلامه ندوروا الاخوان شدوروا في السوق ونشوفوا الثمن بارك الخوص الله يدير خير تبارك الله ونسولوا على الخلفان البدريين نسولوا على الثمن ديالهم والله يسر امور تبارك الله وتحياتي لكم الاخوان والله يجيب السلامه رحالي السلام عليكم كيدير بخير صحيح مزيان امور بخير الله يحفظك هادو باربعه جمله الله يبارك فيك على جميع المسلمين تبارك الله هادو ثلاثه جمله ولا كيفاش ثلاثه ديت جمله عند مولاهم جمله عند مولاهم جديد هو ثلاثه شحال ديتي مع دو جديد دابا راك جديد بوحدو واش بغيتي فيه هادو 74 ونص شويه تبارك الله 74 و500 اخوان 3725 درهم وهذا 17 67 3350 درهم تبارك الله السوق قبل ما هذا السوق تنغز تمام اللهم بارك تمام اللهم بارك تا خويا الله يحفظك ها قلت كان من الحياه اللي رخيص الملح بدرهم خيدات 50 ريال الكيلو وافدي الله يدير شي تاويل صافي الرحال خير النمره ديالك مرحبا وراه عندي سلعه اخرى في سير الله يسر 06 06 18 51 69 37 ربي يخليك رحالي امين يا ربي امين ان شاء الله يكون على الخير دابا راه بنادم اللي دعوا عايش دعاش يدعي من القلب ديالو الخالص راه يجيب الله التيسير ان شاء الله الكل شيء الله يسهل على الجميع هذاك الشيء اللي كاين تبارك الله هذا الخوطه ب 74 و500 ريال ثمن المشتري 3725 درهم الثلاثه وهذا الخوطه 67 3350 درهم الرحال الله يجيب السلامه الله يسهل عليك خويا الله يجيب التيسير برقعدة تبارك الله تبارك الله اللهم بارك الخوت الله يدير خير تبارك الله وغنسولوا على الخرفات خرفات بدريات الاخوان تبارك الله اللهم يسر يا رب الامور نعم 41 الاخوان تبارك الله 2050 درهم 41 2050 درهم الخوت تبارك الله اللهم بارك الله يدير خير الله يسر امور جميع الناس تبارك الله سلعه زوينه الاخوان تبارك الله هذه الاخوان اللي بيكسب العيد الكبير ان شاء الله اللهم يسر امور هذه عطاونا 41 ابو مجيد ياك 41 الاخوان تبارك الله تبارك الله الله يسر امور 41 هذا الربع ياك هذا الربع الاخوان راه 48400 درهم هادو ما تعاود عليهم الهضره ما تعاودوا كلام تبارك الله سلعه زوينه الاخوان تبارك الله تبارك الله مليون نعم مهم مليون هذه مهم مليون تبارك الله زوينات حوليات ملاحات الاخوان تبارك الله ما نعاودوا عليهم هضره الاخوان تبارك الله ومزردات هذه هي البدريه الاخوان تبارك الله 48 2400 كاين المليح كاين المليح ابو مجيد عندك شي تليفون ابو مجيد ها هي على حساب هذا الربع هذا ان شاء الله هذا الربع 48 واخا ماشي مشكل تفاوض معنا شويه
تواود مالنا حنا. يلا اعطيني النمره ديالك. النمره قيد 06-01 06-01 81 75 87 في الاخر 87 في الاخر. اييه اللي بغى الاخوان هاد الرباط الحوليات يتصرب بو مجيد. أيه راه ملاحات الاخوان بدريات ملاحات تبارك الله. ما نعاود عليهم هضره تبارك الله. 48 2400 درهم. انا بعنا خواتاتهم غتفاوضي مع الناس اللي دوا معك شي واحد شويه. مرحبا. كوك الله يسرك ابو مجيد. الله يجيب السلام. الله يسهل عليك. اللهم بارك الخوص. الله يدير خير تبارك الله. الاخوان هذا هو الحولي خوت ديال نهار الاثنين الاخوان تبارك الله. راه تقداو هاد الاخوان تبارك الله نهار الاثنين كانت قديتو ب 82 ياك 82. انا كنت صاحبكم بعتوه مع كنعيط ليه واحد السيد مسكين خرج من السوق. هو الحولي مابقاش بان ليا تبارك الله. اللهم يستر. اسمح لينا اخويا شويه. الله يجازيك تبارك الله. هذا هو الحولي الاخوان اللي فيه الحبوبه راه في الفخط ديالو هي الاخوان تبارك الله. كانوا داو ب 82 4100 درهم وكان عطاو 100 درهم فهمتي الاخوان. وهاد السيد راه خرج مسكين من السوق وكان سولني واحد الاخ قال لي واش هاد الخروف باعوه ولا باقي. قلت له ودي يمكن راه باعوه. لا كان الاخ باقي في مسكين في الاستماع ومازال ما خرجش الحولي. ها هو خويا غنخلي النمره ديالهم. خلي النمره ديالك واتصل بك. كلشي على حسابي. الحبوبه راه شايفها السيد وي ساهله وباغي مسكين توا على الكسيبه. قال لي راه عجبني. قلت له ودي راه مليح الحولي. سهل الحليب والمواصفات راه كامله. القر ابيض مزوق مليح. هادشي اللي تسالني هو هذا خويا. انا راه عقبت شفتهم وشفتو عندهم. قلت لهم ما بعدوش. قال لي ما بعناش تبارك الله. هذا هو الحولي اخويا ديال الاثنين. هاو اعطيني النمره ديالك المرضي. قول 06 77 11 93 50. درك وشحال عاطينك فيه؟ كتقول 92 ما عطاوكش شي حاجه. اييه عطاك نهار 2000. قلت له ودي راه قلت له عطاو 2000. 92 دابا ملي غيدوي معاك السيقر ان شاء الله راه غيشوف الحولي يدوي معاك. قول شحال سيقرتي عليه؟ عطاك شي ربيع اقنع به واعطيه الحولي ديالو. سير الله يسر تبارك الله. هو العيب ديالو مسكين هو ديك الحبوبه صافي. هو راه مليح. ها هو قال لي ما عنديش مشكل بغيت نغلم. الله الا بغى نغلم والله يسر. الله يجيب السلامه اخويا. اللهم يسر الامور. الله اللهم بارك. هذه خويا مغليظه الاخوان تبارك الله. وشي وحدينات فيها المواصفات الاخوان ولكن راه ما باغيش يفرد الاخوان تبارك الله. تبارك الله مع هذا المليح الاخوان تبارك الله والجمال. غرم واقفه على الكس هذه على الفحل تبارك الله. هاد الصغيره راه ما معاهمش الاخوان تبارك الله. شحال بوحده ما معاهمش؟ شحال بوحده ما معاهمش العوينه؟ هاد الصغيره ها هي تبارك الله. وشحال عطاك في الغلاظات؟ 76 الله يرحم الوالدين. 94 90 اللهم يسر امور. خوت جمله 76000 3800 درهم. هذه الاخوان راه ما معاهمش هاد الصغيره. هذه راه ما معاهمش الخوت. ها هي راه كاع طباعه يمكن تباعت ياك؟ تباعت تباعت راه كيرشم. لا باقا ما واش كيدير هو؟ لا كيرشم كيرشم فيها. سير اللهم يسر. والله العظيم 76 3800 درهم. اللهم يسر عمر مع هذا المليح. ان على الله جيب جيب الله السلامه. سير اللهم يسر. الله يحفظك ود العوينه. الله يعزك. الله يبارك فيك. هذه الاخوان راه قال لك عطاو فيها 90 تبارك الله. 4500 درهم ولكن الجمال الجمال ما نعاودوش الهضره تبارك الله. ما نعاودوش الهضره والله. والله يسهل عليك العوينه. الله يجيب التيسير. الخوص الله يدير خير تبارك الله. وغنسولوا على السلعه ونسولوا على الثمن ديالها. هذه واقف على الفحل الاخوان تبارك الله. سلعه غليظه الاخوان تبارك الله. اللهم يسر الامور. وزعمي السلام عليكم. كيدير بخير؟ المليح الله يبارك فيك. الله يحفظ خويا. شحال المعلم؟ 62 تبارك الله. فرادي 70 تبارك الله عليك. اللهم يسر خوت الامور يا ربي. 62 3100 درهم. والخوت راه الفرادي كاينه 70 70 في الفرادي الاخوان تبارك الله. 3500 نعم لا راسو زوين الغلم تبارك الله. اللهم بارك وغرم واقف على الفحل الاخوان تبارك الله على الفحل. ما كانوا مع قبيله الصباح جوج فواله سوبر واحد سوبر واحد واحد بروميال كانوا معاه فهمت مولا مع جابوا مسكين باعهم هما كبار في السن باعهم شتهم انا مع الصباح في الليل املاح ولا ملاح زينين تبارك الله. اللهم يسر خوت امور يا رب تبارك الله. كاين الزين كاين المليح الاخوان تبارك الله. 62 3100 درهم والفرادي راه كاين 70 الاخوان تبارك الله. هذا الشيء اللي كاين هو تبارك الله. شحال فيها من راس؟ 13 18 الحوليه الاخوان تبارك الله. مليح
ما نعاودوش الهضره الاخوان تبارك الله. هذه اللي بغى يدير غلم جاي يدير الاخوان تبارك الله. والله عاد ابو خالد محمد مرحبا غمد ديال خالد محمد تبارك الله. ما نعاودوش الهضره تبارك الله. اللهم ييسر الامور يا رب. خلي النمره ديالك خلي النمره ديالك 06 87 17 74 87 ما كاينش مشكل. حنا الله ييسر ليك كاع اللي ماشي الطرف ديالك سير الله يسهل عليك. الله يجيب السلامه يلا الله يسهل عليك خويا. ما جبتي زين المليح الاخوان القرقع تبارك الله. ولكن راه الحوليه راه تزاد في الثمن الاخوان تبارك الله. زاد في الثمن والله يدير الشتاء. هذو الاخوان اللي واقفه تعلف حال هذو تبارك الله. عمي السلام عليكم. كي داير العمس بخير؟ صحيح هاني شبعتو شي شويه؟ الله الخير الله الخير. دابا الحوليه شا ما فهمتش عقبه تنغزت فتعلل ها عقبه تنغزت كلشي طامع بالله يا ولي يا الله. شحال الثمن اخويا هنا؟ 6 وشحال شحال قلتي من البيع؟ الله يرحم الوالدين. داكشي اللي كاين كاين ورزق الله تبارك الله. كيطلبوا الخوت 64 والمعطى عطاو 56 عطاو 2800 درهم وهو كيقول لهم 64 تبارك الله. ولكن راه محوليات هادو اللي واقفه تعلف على الاخوان تبارك الله باش ما يكونش وراه كيطلبوا الخوت 64 تبارك الله. اللهم يستر بو بجمعه بارك الله فيك خير صحيح منور. الله يبارك فيك منور. الله يحفظك ليا ورا السي بو محمد هو منور تبارك الله. اللهم يسر الامور يا رب تبارك الله. 64 الخوت اللي كطلب 3200 درهم ولكن راه البلار راه البلار الاخوان تبارك الله. حوليه معناها الكلمه الاخوان تبارك الله ديال الكسيبه ومعزولات ونقيات وما فيهمش العيب تبارك الله. اللهم يسر بالامور يا رب. الله يسر عليك المعلم. الله يجيب لك تيسير خويا مبارك. الله يدير الخير الله ييسر امور جميع الناس تبارك الله. سولوا على السلعه وسولوا على الثمن ديالها الله ييسر امور يا رب. اللهم ييسر. العمي كي داير؟ صحيح مزيان امور بخير وعلى خير. شبعتي شي شتا شويه الحمد لله ياك بنادم بنادم ولا فرحان شويه الحمد لله بنادم مع الطامع في الله. والله يدير شي جاويل تبارك الله. وشحال الثمن اود عمي؟ اللي عاطينا كل اللي باغي اللي باغي تبارك الله. كطلبوا الخوت 64 تبارك الله. نعم المشرى المشرى الاخوان 62 3100 درهم الاخوان وكيطلبوا هو خوت 64 3200 درهم تبارك الله. الحوليه الاخوان راه طلعت شويه في الثمن. الله يدير شي تاويل الله يدير شي تاويل. هادشي اللي كاين هو الاخوان تبارك الله. السلعه راه عقبت زادت الاخوان تبارك الله. والله ييسر الامور يا رب. اللهم ييسر تبارك الله. ونطلبوا الله السلامه وتيسير جميع الناس تبارك الله. ندوروا اخوان شو دوروا في السوق وشوفوا الثمن. الله ييسر الامور يا رب. الله يسهل عليك المعلم الله يجيب السلامه. اللهم بارك اللهم ييسر الامور يا ربي. هذه بدريه عند خويا نور الدين طلياني. الله ييسر الامور يا ربي. اللهم ييسر الله يحفظك الله يبارك فيك. نور الدين كي داير؟ صحيح اخويا رضوان كنغلط به رضوان رضوان. اللهم ييسر تبارك الله. 46 تبارك الله الاخوان 46 2300 درهم اللي ثابته عند الخوت تبارك الله. هذيك بو يعزلوها هذيك بو يعزلوها فيها المواصفات تبارك الله. تبارك الله كاع الزوينات بو يديهم يا والله ما يستر يا رب الامور تبارك الله. 46 2300 درهم شحال مخروبه عندك؟ 15 15 حوليه ديفو والبلور منوع. السلام عليكم. تبارك الله. اللهم يسر خط امور الله يدير الخير تبارك الله. 46 2300 درهم تبارك الله والله يسر امور. المعقول كندب عندك سلعتك انا كندير وشحال بعتيها ليا؟ 52. السلام عليكم. الله يحفظك تحياتي ليك. الله يعزك ديما ديما يجي واحد عمرة الله يحفظك ونرضي. الله يحفظك اودي رضوان الله يكرمك. الله يحفظك تبارك الله. 46 2300 درهم الاخوان تبارك الله. مشات للدار والله الا وصلت للدار. مواكلو كاين تصاور كاع ديال الدري عنده هنا في التليفون هذا دابا حاليا. والله ميسر. الله يجيب السلامه اخويا. واش الله يربح. لا 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 انا مصور عدو لا ما لا تكل على الله. انا ما نكذب على الله تكل على الله. الله ييسر الامور يا رب.
نردين خلي هنايا رضوان خلي النمره ديالك بعناها عطيني النمره ديالك نردي 06 58 37 30 50 ولكن الزيت كاين مليح كاين مليح حولي راه بدري هذا الاخوان اللي بغى يكسب العيد ولا الاخوان خلينا نعجل اللي بغى العيد كسب سمن اللي عجبك اللهم يسر تبارك الله توب كل شيء كاين بنرد هادي رضوان تبارك الله نرضي الله يجيب السلامة الله يسرعك خويا الله يجيب التيسير الله يحفظك الخوت راه والوالد عنده راه صاحبي أكثر منه هو ربي يخليك الله يحفظك